وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد حصر لإجمالي قطع الأراضي الصناعية والتي تم تخصيصها في الفترة الماضية وموقف كل قطعة وما تم بشأن الأراضي التي لم يشرع المستثمر في استغلالها. كما وجه مدبولي بعرض مخططات التوسع في الأراضي الصناعية خاصة في مدن السادس السادات وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وغيرها، وأكد أن الدولة اعتمدت تيسيرات ومحفزات كثيرة للمستثمرين المصريين وكذلك العرب. أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى للمعاش ليصبح 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات اعتباراً من الأول من يناير القادم 2024. كما أشارت الهيئة إلى أنه تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 2000 جنيه بدلاً من 1700 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12600 جنيه بدلاً من 10900 جنيه. أعلنت هيئة قناة السويس عن انتظام حركة الملاحة في القناة، وأشار إلى أنها تتابع عن كثب التوترات الجارية التي في البحر الأحمر وتدرس كذلك مدى تأثيرها على حركة الملاحة في القناة. أشارت الهيئة إلى تحول 55 سفينة للعبور عبر طريق رأس الرجاء الصالح خلال الفترة من 19 من نوفمبر وحتى اليوم، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعبور 2128 سفينة خلال تلك الفترة. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء أن قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من عام 2023 انخفضت لتبلغ 9 مليارات و100 مليون دولار. كما أوضح المركز أن الصادرات غير البترولية بلغت خلال الربع الثالث من العام 2023 نحو 8 مليارات و500 مليون دولار مقابل نحو 7.7 من 10 مليار دولار خلال الربع ذاته من العام الماضي 2022. دعت الحكومة البرازيلية مصر للمشاركة كضيف في كافة اجتماعات مجموعة العشرين خلال فترة رئاسة البرازيل للمجموعة والتي بدأت من ديسمبر الجاري ولمدة عام واحد. تعكس هذه الدعوة البرازيلية روابط الصداقة والتعاون ما بين البلدين، وتجسد كذلك مكانة مصر إقليميا ودوليا ودورها المؤثر في القضايا والملفات الاقتصادية والدولية الرئيسية. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم مستهل تداولات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والمستثمرين الأفراد المصريين. في هذا الإطار ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات 9 مليارات جنيه ليصل إلى مستوى تريليون و682 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بما نسبته 28% ليصل ويحقق ما قيمة 24792 نقطة. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بما نسبته 1.58% ليصل ويحقق ما قيمته 5450 نقطة. كذلك الارتفاعات شملت مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا والذي أضاف ما قيمته 1.41% إلى قيمته ليصل في نهاية المطاف إلى مستوى 7877 نقطة. أنهى المؤشر السعودي تعاملات اليوم على ارتفاعات بنسبة 0.5% مواصلا سلسلة مكاسبه المدفوعة بمؤشرات على اقتراب تيسير نقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. هذا وأغلقت أغلب بورصات منطقة الخليج اليوم حدادا على أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الصباح. أكدت روسيا على أنها ستزيد من تخفيضات صادرات النفط في ديسمبر في إطار اتفاق أوبك بلس لدعم الأسعار. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكساندر نوفاك
إن تخفيضات صادرات النفط في ديسمبر ستتجاوز 300 ألف برميل يوميا بحلول مايو ويونيو القادم. من جانب آخر قال نوفاك إن غاز بروم زودت الصين بحوالي 19 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب قوة سيبيريا في 10 أشهر.